بحثت عن ظلة لها تعبر فيها عن شخصيتها وميولها، فوجدت من الفن وتصميم المجوهرات مجالا تبدع فيه بلمساتها المختلفة. مصممة المجوهرات البحرينية عزة الحجيري التي وصلت إلى العالمية عبر محاولاتها إظهار تاريخ وتراث البحرين في تصاميمها. رأس الثور، الرمز الذي اتخذه الدلمونيون شعارا لدولتهم، والذي كان يحاكي الحضارات المجاورة الأخرى كالحضارة السومرية مثلا، يقال إنه كان يحمل معنى دينيا أو ربما هو رمز للجمال، ويقال أيضا أنه رمز للقوة التي تلاشت فيما بعد عندما قتل جلجامش وصديقه أنكيدو الثور العظيم، لتالي ذلك رحلة جلجامش إلى دلمون وبحثه عن زهرة الخلود التي تمثل اللؤلؤة. من هذه الأساطير القديمة تستوحي مصممة المجوهرات البحرينية عزة الحجيري تصاميمها، حيث تقوم بتحويل هذه الأساطير إلى موجودات تروي لمن يشاهدها عن حقبة زمنية معينة. أحب أربط يعني من بين الأساطير وبين التاريخ نفسه، يعني لأن في طفولتي كنت دائما أحب أن أروح أزور مثلا قلعة البحرين، كانت من أكثر الأشياء اللي أظن أثرت علي. يعني أبوي كان دائما يودينا وكان يعني يقول لنا قصص انه يساعدنا ان نتخيل ان شلون الناس كانت تعيش وشلون كانت حياتهم في الماضي. شغف غريب قد لا يفهمه البعض وعلاقة أشبه بالقدسية تجمع المصممة عزة الحجيري بمصوغاتها واشتغالاتها المعدنية لتعتبرهم بمثابة مساحتها الخاصة للتعبير والبوح، فقد وجدت عزة ضالتها في تطويع المعدن الثمين حين لم تجد نفسها في مجال القانون. اتجهت إلى دراسة السياسة والقانون واشتغلت كمستشارة قانونية، يعني ظليت في المجال حق 5 سنين، وبعدها قررت إن لازم أرد أرجع إلى ميولي الأصلية، يعني لأن بس ما كنت أقدر إن ما أكون في مجال إنه يكون فني أكثر. وكنت كان اللي يعني في بالي ان كنت ابي اخذ هاي يعني كل الاشياء اللي احبها وترجمها في قطعه. ولان للامكنه اثر لا يدركه الا الفنان، فقد اختارت عزة الحجيري ان تعرض قطعها الذهبيه في وسط قصر قديم بالمنامه، وبالتحديد في منطقه الحوره القديمه، هذا البيت الذي كان لاحد رواد الحركه التجاريه في البحرين والذي اصبح فيما بعد مركزا للفنون المعاصره. احنا شفنا هاي البيت نفس لافونتين وهو يترمم، فصار عند يعني ما اعرف يذكرني في طفولتي، يذكرني في فتره ان كنت يعني ما كانت عندي، يعني تعرفين كل ما نكبر كل ما الحياه تشغلنا عن افكارنا يعني البسيطه او يعني انسانيتنا، فهاي دائما يساعدني ان ارجع الى هاي الانسانيه والى هاي التفكير اللي اظن كل فنان بيقول لك انه لازم يلعب كطفل في الفن. تحرص عزة الحجيري سنويا على المشاركة في معرض البحرين للجواهر العربية، كما أنها شاركت في العديد من المعارض العالمية، ولعل ما جعل تصاميمها محط أنظار الكثيرين خصوصا في السوق الأمريكية هي علاقتها المباشرة بالتراث البحريني. سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.